هاي المهنة حبي للشغلة ويعني فضول أرد أصنع، حبي أنهم عدوا مني أن أصنع الكمان اللي أنا وصنعت الحمد لله نجحت شغلة الكمان أفضل من الكمان الصيني الموجود هسين باع بالسوق، أفضل كل شيء أفضل يعني صوت وشكل تقنية عالية يعني أنه مقاييس عالمية دقيقة سويتها فنجحت الشغلة. استخدمت الزان بدل الميبل مثلا، لأن خشب الظهر لازم يكون صلب وخشب الوجه لازم يكون ترف يعني رقيق حتى يتحصل على صوت مثل العود. العود هسه الظهر أخشاب صلبة جوز أو سيسم أو وينجي أو بادوك، والوجه هو سيدار أو سبروس حتى يطي صوت، ما يصير أنواع الخشب اثنينهن يعني صلبات أو ناعمات. المصاعب انه ماديه، غرض ما عندي اشتري يعني عدد يدويه غاليه والمحترفين صعبه غاليه يعني وحتى ما موجوده. الصعوبه الثانيه الحصول على الخشب صعب يعني كلش صعب، فهذني الشغلات هن الصعوبه تواجهني. وايضا جربوا صناعه العود سهل طبعا صناعته مو مثل كمان لان الاخشاب متوفره وصانعين العود هواي.